شايفين الحجم ما شاء الله. مشان نعمل منه ما يلا نجي من دون ورق عنب مثل ما انتم شايفين. خلص بدي ادمج هدول المكونات، شايفين شكله ما احلى وطعمه بتجنن. حطيت كميه من الحشوه هي مثل هذا الشكل. مستغربين يعني هاي الكميه طلع معنا ما شاء الله، الكميه وفيره ما شاء الله. ما بدي احكي لكم انا دقتها القطع الجوانيات، اللون ما شاء الله بجنن. شايفين الالوان ما احلاها ما شاء الله سبحان الله. شفنا خبيزه، شايفين الورق، شايفين الحجم ما شاء الله. وريني شايفين يا عين كبيره. راح اخذ كميه وجبه، وهي هي كل الكميه يلي جبنا. انا عم بفكر اشيل هدول الورق الكبيره مشان نعمل منه ما يلا نجي. شو رايك؟ وبناتي كمان عم بيساعدونا هنا، عم بينقوا الكبار مشان نعمل فيه يلا نجي ان شاء الله يعجبهم. طبختنا اليوم مختلفة شوي، هي أول مرة بدي أحضر اليالانجي بالخبيزة إيه من دون ورق عنب مثل ما انتم شايفين. امبارح جبناه وأكلنا، وحبات الكبيرة نحن نقيناهم وأنا غسلتهم وبدي أحطهم بهذا البايركس، وسخنت المي، المي عندي مغلية، بدي أحط من فوقهم يعني بس لهيك يدبلوا لحتى نقدر نلفهم. إيه والله أول مرة بتساوي معي. أول مرة امبارح عملنا خبيزة والطعم ما شاء الله كانت بتجنن، واليالانجي إن شاء الله هو كمان رح يطلع طيب إن شاء الله. المي مغلية هيك بس مجرد يدبلوا، بس مثل ما انكم شايفين بلشوا يدبلوا لأن المي سخنة كتير، كانت يعني غليت وأنا المي وهيك بس مجرد أن يدبلوا. هذا هو القصد، ومثل ما انكم شايفين خلص وهيك دبلوا. بدي اصفيهم من المي وخلص جهزوا معي، مجرد دقيقة دقيقتين بس. بدنا نحضر التتويلة. هون في عندي بصلة، البصلة صايرة كبيرة، وهون في عندي بقدونس وبندورة واحدة ودبس في بندورة ودبس فليفلة وليمونة كاملة وتوم. وبالنسبة للبهارات بدي احط نعناع يابس وكمون، هدول اختياريين، هدول المكونين فيكم تستغنوا عنه اذا ما بتحبوا، وملح ورشة بن هيك كنوع من البهارات عم بحط. وفي عندنا دبس الرمان وزيت الزيتون. خلص هدول هنن بس. والرز انا غسلته ونقعته صار له تقريبا نص ساعة وهو منقوع. هلا بدي اصفيه ونحضر الحشوة ان شاء الله. البصلة بدي افرمه ناعم، فرمت البصلة وبدأ أحطه بالمقلاية وحط فوقهم زيت الزيتون وبدأ أقليهم يعني يتحمصوا. والله بالنسبة لكمية الزيت بدي أحط نص كوب تقريبا على البيرد. الزيت بيطلع أطيب يلا نجيب زيت الزيتون أكيد. وهلا بدي أحطهم على النار هيك ليتحمصوا يتغير لونهم يصيروا ذهبي، وخلص بدي أحطهم فوق الحشوة. بس البصل بدي احمصهم وبقية الخضار راح احطهم ني. وبالنسبة للبقدونس عم بحط بقى كاملة. هلا الكمية يعني الواحد فيه انه يقلل او فيه انه يكتر، بيرجع على حسب رغبته. خلص خلصنا. هلا اوقات انا بحط نص بقى واوقات بحط بقى كاملة. هون في عندي بندوراية واحدة بدي أقشرها وأفرمها ناعم كمان، والبصل عم يتقلى فوق النار. هو قلية البصل اختياري ما هيك؟ فينا نحطه ني كمان، بس بما إنه الخبز ما بتتحمل حرارة كتير فالحشوة ما رح ياخد وقت على النار. هلا كل شي فرمتي هيك على النار؟ يعني نعم ايه. وفرمنا البندورة مثل ما انتم شايفين ناعم، تعطينا طعمه من دون ما يبين لان نحن شلنا القشره. ولا بين ما فرمنا البقدونس والبندوره تحمص عنا البصل ما بده وقت، وبتحسوا هيك بتعطينا يعني اذا حمصنا البصل هيك يعني طعمه التحميصه فيه طيبه. وهون في عندي توم مقدار ملعقه كبيره تقريبا، على كميه التوم على طول يعني بيرجع على حسب الواحد كيف يحب. بحب نكهة التوم ولا ما بحب؟ واليالانجي اجباري دا يكون فيه توم.
بما انه كله خضره يعني الثوم بتعطينا طعمه طيبه. وهرست 5 فصوص ثوم، هلا كميه الثوم مثل ما قلنا بيرجع على حسب الواحد كيف بيحب. وهون في عادي دبس فليفله، خلص هدول الخضار اللي بدي احطهم، بقدونس وبندوره وبصل وثوم. وهون في عندي ملعقتين كبار دبس فليفله، فينا نستغني عنه ونحط بدالهم فلفل مطحون، فلفل احمر مطحون. وهون في عندي ملعقتين كبار دبس بندوره، معجون الطماطم يعني. وفي عندي عصير ليمونه كامله بدي اعصره واحط. بالنسبه للليمون نحن كمان فينا نبشر القشره الخارجيه فوق هون كمان بتعطينا طعمه طيبه. ايه بس انا ما راح احط. في منهم بيكتبوا لك انه بصير بدل الليمون ملح ليمون. ايه في نون يحطوا ملح ليمون. ايه اكيد. عصير ليمونه كامله. وبالنسبه للبهارات في عندي ملح، حطيت ملعقه صغيره، لا ملعقه متوسطه تقريبا بدك تقول. وهون في عندي ملعقه صغيره نعناع، النعناع اختياري. وفي عندي ملعقه صغيره بن اللي هو قهوه. بن ضروري ولا القهوه؟ لا ما في شيء ضروري، اكيد فينا يستغنوا عنه. وكمون نص ملعقه صغيره حطيت. في هون دبس رمان عندي، بدي احط كميه منيحه تقريبا نص كوب. وخلص هدول هني المكونات. بدي الزيتون حطيتهم مع بصل. ايه خلص بدي ادمج هدول المكونات. والرز عندي منقوع ومغسول وجاهز، هلا مجرد بس اصفيه من المي بدي احطهم فوق التتبيله. صار عنا جاهزين ونبلش باللف. هاي الحشوه كثير طيبه ولذيذه، بتمنى انتم كمان تجربوها في البيت وتنال اعجابكم. كل هدول المكونات بيكملوا بعضهم، إذا نقصنا أو زودنا بده يفرق بالطعمة. هلا هاي هاي الطريقة. أنا بفضل بهاي الطريقة، والطريقة ما شاء الله طيبة كتير، كل مين جربه نال إعجابه. وهون بالنسبة للرز عم بستخدم رز المصري الحبة القصيرة، أطيب شي للمحاشي. حطيت 3 أكواب، غسلتهم بعدين نقعتهم. وخلص حطيتهم فوق التتبيلة. والتتبيلة ما شاء الله بتشهي القلب. وهيك الحشوة صارت معنا جاهزة، شايفين شكله ما أحلى وطعمه بتجنن. وخلص بلشنا اللف، حطيت كمية من الحشوة ونلفه بالطريقة المعتادة، سكر الأطراف. هلا كل واحدة صايرة حجم، أحجام صغيرة وكبيرة. إيه مثل هذا الشكل. هاي الكمية طلع معنا ما شاء الله، الكمية وفيرة. وإن شاء الله العيلة تحبه بما أنه أول مرة عم نعمله. بدي أحط التقلي فوقه. وبالنسبة للمرأة هون في عندي 2 كوب مي تقريبا 2 كوب، وفي عندي عصير ليمونة كاملة. العصير بالعادة هلا ورق العنب بيتحمل حرارة وبيضل، ورق الخبازة ناعم ما رح يتحمل حرارة يعني. بدي أحط الحمض لحتى هيك يضل ماسك نفسه، لحتى يعني لحتى يستوي الرز بقلبه وما يفرط يعني، ما هيك بتحسه رقيق كتير وما بيتحمل حرارة. وفي عندي ملعقة صغيرة ملح مليانة. وفي عندي دبس الرمان، من هلا بدي أحط النكهات والشغلات يعني كله. هلا الكمية تقديرية، الواحد بيحطها على قد يعني ما حبته للدبس الرمان. وبدي أحط زيت الزيتون كمان هيك 3-4 معالق تقريبا ربع كوب. بدي اخلط هدول المكونات واحطهم فوق الجلانجة. ما راح احط لا دبس فليفلة في بالحشوة، خلص راح اكتفي بهدول بس. وراح اوزع فوقهم هيك كافي هاي الكمية. وخلص بدي اغطي عليه واحطه على النار، والنار راح تكون قويه عندي يعني لبين ما تبلش تغلي. بس بلشت تغلي بدي اخفف النار وبدي اتركها تستوي لحتى ينضج بشكل كتير منيح، وراح نختبر الاستواء. واستوت طبختنا ما شاء الله بتجنن هاي الطبخه، هاي اول مره عم بجربها. واستوت طبختنا ما شاء الله ما بدي احكي لكم، انا دقتها والطعمه عن جد بتجنن، كتير كتير طيبة ما شاء الله. الوصفة كتير طيبة، إن شاء الله أنتم كمان تلاقوا
ورق الخبيز الحجم الكبير خارج الواحد يعملوا هيك. يلا نجي وتجربوها. واخر لمسة بدي احط شوية زيت هيك بس مشان اللمعة. القطع الجوانيات اللون ما شاء الله بجنن. مستويات مو عم بياخد هيك هواء من الهواء بيتأكسد مباشرة بيتأكسد. وصحتين وعافية على قلوب الجميع. صحتين وألف عافية. بتمنى أنتم كمان جربوها في البيت وتنال إعجابكم يا رب. بشكر كل حدا بقي معنا لآخر الفيديو وبشكركم على تعليقاتكم الحلوة وتشجيعكم الدائم. فضلا ادعموا الفيديو بلايك وتعليق وانتظروني بفيديو جديد. مع السلامة في أمان الله.